مرحبا بكم في هذا التسجيل الأول من سلسلة العلاقات الزوجية. الدافع الذي جعلني أتحدث عن العلاقات الزوجية هو ما نلاحظه في المجتمع من مشاكل وصراعات زوجية وأسرية، والواقع اللي كتعيشه الأسرة المغربية بشكل خاص، اللي انعكس على الأطفال وعلى الأبناء وعلى المراهقين. لأن الاهتمام كما قلت بالأسرة هو اهتمام بالمجتمع، ولكن العمود الفقري ديال الأسرة هو العلاقات الزوجية. الأساس ديال الأسرة هو العلاقة الزوجية. إذا كانت علاقة زوجية فاشلة، علاقة زوجية مبنية على أسس يعني هشة، هذا سيؤدي إلى انهيار هذه الأسرة، وبالتالي سينعكس ذلك على الأطفال وعلى المراهقين. لذلك هذا هو الدافع اللي خلاني ندير هذه السلسلة على العلاقات الزوجية، اللي غادي نحاول أنني نتكلم بشكل يعني موضوعي، ويعني وبناء على مراجع علمية حول الأسرة، خاصة السوسيولوجي ولا بسيكولوجي اللي تكلموا في العلاقات الزوجية، واللي حاولوا أنهم يقوموا بواحد تحليل العلاقات الزوجية وفهم يعني هذه العلاقة هذه، لأن هي الأساس كما قلت ديال الأسرة بشكل مركزي. إذا في هذا التسجيل الأول سنتحدث عن معنى الزواج. أشنو هو الزواج؟ ماذا نقصد بالزواج؟ لأنه إذا ما فهمنا شيء ما معنى الزواج، ما عرفناش الهدف من الزواج، هذا سيؤدي بنا بطبيعة الحال إلى يعني عدم النجاح في هذه العلاقة الزوجية. لذلك فأهم حاجة هو أننا نفهموا ماذا نقصد بالزواج، وشنو هو الزواج، شنو هو الهدف من هذا الزواج. إذا رجعنا لمدونة الأسرة غادي نلقاو بأن تعريف ديال الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين يعني بين فردين او بين رجل وامرأة، غايته الدوام والأسرة وانشاء أسرة مستقرة الى اخره من التعريف. ولكن اللي كيهمني في هذا التعريف وهو ان الأسرة هو ميثاق تراض وترابط، وميثاق تراض وترابط، ميثاق بمعنى انه موثق، وهذا شق قانوني ما كيهمناش حنايا، ما غاديش ندخلوا فيه، انه موثق بعقد عقد نكاح الى اخره. ولكن الاساس عندي هنا هو التراضي والترابط، وهذا هو اللي اشاروا له علماء الاجتماع علماء النفس، ان العلاقه الزوجيه ترتكز على الرابط الزوجي او الرابطه الزوجيه. اذا فالزواج هو علاقه بين فردين، علاقه بين رجل وامراه من اجل تكوين اسره مستقره. ولكن هذا الزواج أو هذه العلاقة الزوجية إذا لم يتحقق فيها الرابط الزوجي فأكيد أنها ستكون علاقة زوجية غير ناجحة. إذا ما كانت علاقة زوجية يتحقق فيها الرابط الزوجي اللي هو المركز ديال أو المرتكز ديال الزواج، أكيد أن هذه العلاقة الزوجية يعني ستنتهي بالانفصال أو بالطلاق. ولو أنه إلا بقت مستمرة غتبان النتائج ديال غياب الرابط الزوجي على الأطفال أو على الأم أو على الزوج. إذن فما يميز العلاقة الزوجية هو الرابط الزوجي، وجود الرابط الزوجي. هذا الرابط الزوجي ما معناه؟ هو أنه عندما يصبح لدى الزوج والزوجة مجال تصور موحد، يعني عندهم نفس التوجه، نفس التصور، نفس الأفكار، يعني يجمعهما مجال تصور موحد، هذا هو الرابط الزوجي، وهذا هو المعنى ديال الزواج. لأنه الزواج هو جاي من الزوج، من الزوجين، وبالتالي فهناك تفكير موحد بين الزوجين، يعني نفس التمثلات، نفس الأفكار، نفس التوجهات، نفس الاتجاهات، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تكون الرابط الزوجي. أحيانا تيكون واحد الإنسان كيتزوج بواحد السيدة من كيكونوا فاهمين في الاول انه ما كانش ذاك الرابط، فقط العاطفه او شيء من هذا القبيل. من بعد ملي كيمشيو للواقع الحقيقي وكتولي كيبان كل واحد على حقيقته، عاد كيبان بان هناك اختلاف كبير جدا في الافكار، اختلاف كبير جدا في التصورات، في الاتجاهات، هذا سيؤدي الى الانفصال بشكل طبيعي جدا. اذا فالزواج يتحقق وينجح عندما يتحقق الرابط الزوجي، نفس التمثلات، نفس الافكار، وهذا هو اللي كيفسر الصراعات اللي كتكون. انك تلقاو مثلا زوج مع زوجه يعني عندهم اختلاف في الافكار، عندهم اختلاف في التوجهات، وبالتالي واخا يصبر واخا يبقاو يقول لك شي حد لا راه كاين اللي ما فاهمينش، ولكن راه مستمرين في الحياه. لا ما مستمرينش، راه واخا مستمرين في هذاك الشكل، يعني في التوثيق، في الشق ديال الميثاق، ولكن
العلاقة التفاعلية راه ما كايناش، وهذا سينعكس كما قلت على الأبناء أو على الأم أو على الزوجة أو على الأب، واخا بقاو يعني مجموعين في بيت واحد. إذن فالرابط الزوجي يتحقق حسب واحد السوسيولوج اللي هو فرانسوا دو سانغلي اللي معروف تيكتب بزاف في العلاقات الزوجية، تيقول لنا ما يميز الرابط الزوجي هو أن العلاقة الزوجية هي علاقة قائمة على التفاعل، قائمة على التفاعل بين الزوج والزوجة، تفاعل اجتماعي. هذا التفاعل يترجم على فن التبادل والتعامل والمساعدة المشتركة، مما يؤدي إلى تكون الأنا الزوجية. وهذا هو اللي قلنا كيكون عندنا نفس التوجه، نفس التمثلات، نفس الاتجاهات، وهذا يولد أنا زوجية. يعني كيكون اختلاف بسيط في أمور اللي هي هامشية، ولكن التوجهات الكبرى والمبادئ الكبرى عندنا نفس التوجه، وهذا هو اللي يؤدي الى تكون الأنا الزوجية. لانه عندما يعني كتولي العلاقة الزوجية أحادية الاتجاه، يعني ما كتكونش علاقة مشتركة متبادلة فيها الرابط الزوجي، كتولي علاقة أحادية، وهذا يؤدي الى صراعات، يؤدي الى انفصال هذه العلاقة الزوجية، ويؤدي الى تشكل علاقة غير متكافئة، وهذا هو اللي غنشوفوه في الحلقة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.